أسعد الله صباحكم أو مساءكم أصدقائي أينما كنتم. معكم أنخيلا من قناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي وصفة نباتية من الرز والفواكه المجففة. فإذا كان لديك القليل من الرز والبعض من الفواكه المجففة، إذن تعالي معي لنعد هذا الطبق اللذيذ والذي يمكنكم اعتماده كوجبة غداء متكاملة. وجبة صحية لذيذة سريعة التحضير واقتصادية. إذن ولكي لا أطيل عليكم أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذه الوصفة معي أنا أنخيلا. باموس. والآن إليكم مقاديرنا وهي كالتالي: سنحتاج إلى القرع الجبلي 1.5 كيلو، هذا وزن القرع الجبلي بعد التقشير، 200 جرام من التين المجفف، 200 جرام من التوت المجفف الأحمر اليابان مرسين، 200 جرام من الأجاص المجفف الخالي من البذور أحمر اللون، 200 جرام من الأجاص الأصفر المجفف، و 200 جرام من الرز البسمتي وزيت نباتي. هذه المقادير في حال أنكم ارتأيتم أن تكون وصفتكم وصفة نباتية بنسبة 100%. لمن يبحث عن اللذة بالطعام والنكهة فبإمكانه إضافة قدح كبير من مرقة الدجاج الطبيعية لعمل الرز و 30 إلى 50 جرام من الزبدة الحيواني. وسنحتاج بوصفتنا هذه إلى القرفة المطحونة أي الدارسين. ها هي جميع مقاديرنا والتي تعتبر بسيطة وتكاد تكون متوفرة في جميع المنازل. الآن إليكم طريقة العمل. ها هي حبة القرع الجبلي أي اليقطين، وزنها 2 كيلو. بعد قليل سأعمل على تقشير هذه الحبة أي حبة اليقطين من قشورها، هكذا تبدو لنا بعد التقشير. بعد ذلك سأبدأ بتقطيعها على شكل مكعبات بحجم 2 سنتيمتر للمكعب الواحد. وزنها بعد التقشير 1.5 كيلو. بعد الانتهاء من التقشير والتقطيع وإزالة البذور من داخلها، يجب غسل اليقطين جيدا بالماء البارد ووضعه جيدا ليتصفى. هكذا يبدو معنا بعد تصفيته. الآن سأبدأ بتقطيع التين المجفف إلى 4 أقسام مع مراعاة إزالة البذور من داخله أي الجزء الصلب وليس البذور طبعا. وعلى نار متوسطة وضعت القدر، سأضع فيه بما يعادل ملعقة مملوءة ونصف من زيت نباتي هكذا. أنتظر بعد ذلك يسخن الزيت داخل القدر ومن ثم سأضع اليقطين. وصفتنا لهذا اليوم هي وصفة نباتية من الرز مع
اليقطين والفواكه المجففة. أبدأ بتقليب اليقطين مع الزيت النباتي وعلى نار متوسطة حتى ينضج قليلا، وأعد تقليبه ما بين الحين والآخر، وستلاحظون أن اليقطين قد نضج قليلا، سينخفض مستواه داخل القدر. هذه الوصفة أحبتي من وصفاتي الخاصة، فهي لذيذة جدا، سريعة التحضير واقتصادية. بعد ذلك سأضع نصف ملعقة من زيت النباتي لليقطين أثناء تقليبه، وبهذا يكون مجموع الزيت الذي وضعته ملعقتي طعام مملوءة. الآن سنحتاج إلى المقلاة، أضعها على نار متوسطة أيضا، بعد ذلك سأضع فيها زيت نباتي، بإمكانكم استخدام زيت الزيتون أو أي زيت نباتي تفضلونه، ملعقتين مملوءة هكذا. بعد ذلك سأبدأ بوضع التين المقطع هكذا، و الأجاص الأحمر المجفف، وأبدأ بتقليبهم على نار متوسطة لمدة دقيقتين أو ثلاثة، هذا يكفي، فهو لا يحتاج إلى وقت للتسوية. أستمر بالتقليب هكذا. بعد ذلك سأضع اليابان ميرسين أي التوت الأحمر المجفف، وأعاود تقليب الفواكه المجففة مع بعضها، ومن ثم سأضع الأجاص الأصفر المجفف. كل هذه الفاكهة ما عدا التين تعطي لوصفتنا الطعم الحامضي اللذيذ جدا. تسويته لا تحتاج سوى 5 دقائق على النار. سأضع الآن رشة خفيفة من الدارسين أي القرفة تعادل ملعقات شاي، وأعود التقليب مرة أخرى هكذا. بعد ذلك سأرفعه من النار وأضعه جانبا. أترون هكذا يبدو؟ بعدما قلبته مع الزيت،
أضعه في الكاسة، ومن ثم سأضع الكاسة جانبا لتجهيز وصفتنا لهذا اليوم، فهي لذيذة جدا، جربوها بكل تأكيد ستعجبكم. بعد ذلك سنحتاج إلى قدر ثاني لتسوية الرز، سأضع بما يعادل كاسة أي 150 ملي من مرقة الدجاج الطبيعية، سأضع فوقها القليل من الماء في وصفتنا هذه. لن أضع الملح، ذلك لأن مرقة الدجاج الطبيعية التي معي تحتوي على ملح كفاية. سنحتاج أيضا إلى الزعفران، أنا نسيت ذكره في المقادير، ولكن بكل تأكيد أحبتي ستجدون المقادير مكتوبة أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. الآن وعلى نار مرتفعة أنتظر حتى يغلي معنا الماء. في هذه الأثناء غسلت الرز البسمتي وصفيته من الماء جيدا. والآن سأضع زيت نباتي للماء الذي سأعمل على تسوية الرز فيه. ملعقة، ملعقتين من الطعام مملوءة، هذا يكفي. وأنتظر حتى يبدأ بالغليان لنضع الرز بعد ذلك. الآن وبعدما بدأ بالغليان سأضع الرز البسمتي، ها هو. وعلى نار مرتفعة انتظر حتى ينشف الماء من على الرز تماما. بعد ذلك سنعاود عمل وصفتنا الجزء الثاني. الآن وبعدما جف الماء من على الرز سأطفئ عنه النار وأغطيه، وها هو اليقطين بعدما نضج قليلا. سأضع فوقه الفواكه المجففة بهذا الشكل. وتوزيعها على كامل القدر. ومن ثم سأضع الرز بنكهة الزعفران فوق الخلطة هكذا، أعمل على تسويتها بهذا الشكل. بعد ذلك سأعمل على تغطية القدر وتركه على نار هادئة جدا حتى ينضج معنا الرز مع بقية المواد أي مع الخلطة. بعد ذلك سأضع بما يقارب
من 30 إلى 50 جرام من الزبدة الحيواني على وجه الرز. وهكذا يبدو معنا الرز مع الخلطة بعدما نضجت. وضعتها في الطبق الرئيسي للتقديم. بألف صحة وعافية. ها هو الشكل النهائي لوصفتنا أحبتي بعدما انتهيت من إعدادها. لذيذة وشهية، يمكنكم أيضا اعتمادها في شهر رمضان المبارك. كل عام والجميع بألف خير. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم، الرز مع الفواكه المجففة، قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. هكذا تبدو وصفتنا بعدما انتهيت من إعدادها. لذيذة وشهية، اقتصادية، سريعة التحضير. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. وبألف صحة وعافية. علما بأن وصفاتنا هذه خاصة بقناة ملكي أنخيلا والشيف إيفا. قبل أن أختتم هذا الفيديو معكم أصدقائي، لا تنسونا بالإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات لتصلكم جميع إشعاراتنا اليومية. إذن انتظروا تعليقاتكم الجميلة في الكومنتس أحبتي، كما وأنتظر مشاركة هذا الفيديو مع أحبتكم وأصدقائكم. تفاعلكم الجاد مع قناتنا أحبتي يسعدنا بكل تأكيد، فهي منكم وإليكم. اذكروا لنا أيضا في التعليقات من أي بلد أنتم تتابعوننا، معرفة ذلك بالنسبة لنا بكل تأكيد يسعدنا أصدقائي. انتظروني بوصفات جديدة. كنت أنا معكم أنخيلا من تركيا. أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.